لهذه الصور الأولى لانفجار بمجمع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية. حتى الآن لا توجد معلومات حول أسباب وقوع هذا الانفجار. هناك 5 مفقودين وهناك أخبار عن وجود جرحى بالطبع في هذا الحادث في هذا الانفجار. هذا المجمع الكيماوي يبعد 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، وكما ذكرنا فإن سبب هذا الانفجار لم يظهر بعد. هناك أخبار طبعا أن رجال إطفاء هرعوا إلى مكان الحادث، لكن طالما أنه مجمع للكيماويات فإن تدخل إطفاء سيكون صعب، لأنه يحتاج إلى مواد كيماوية خاصة للإطفاء هنا. وبالتالي هناك بعض شهود العيان الذين يتحدثون عن أن المنطقة قريبة من محطة حرق النفايات، وبالتالي قد يكون هناك رابط بين هذا الانفجار وتلك المحطة. لا نعلم حتى الآن الكثير من التفاصيل، لكن نسمع هنا صفارات الإنذار من سيارات الإطفاء التي تذهب للمكان. إذن هذه الصور الأولى لهذا الحريق الضخم، يبدو أنه ضخم من خلال هذه السحابة الكبيرة لمجمع للكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية. حتى الآن هناك إبلاغ عن فقدان 5 أشخاص، جرحى. لا توجد معلومات أساسية عن سبب هذا الحريق، أو إذا كان حريقا أم انفجارا، ولكن هناك اهتمام كبير من قبل سيارات الإسعاف والمطافي التي ذهبت إلى مكان هذا الحادث. إذن هناك حتى الآن محاولات من قبل المطافي سيارات الإنقاذ هنا لاستكشاف سبب هذا الحادث، لكن بعد السيطرة على النيران الهائلة وهذه سحابة الدخان الضخمة الكبيرة التي تنبعث من احتراق المواد الكيماوية في هذا المجمع. بالتالي حتى الآن يبدو أن هذا المجمع الذي يبعد 20 كيلومترا كما ذكرنا شمال مدينة كولونيا ما زال يعني الحرائق فيه مستمرة، وسيكون من الصعب حسب شهود العيان السيطرة على هذا الحريق في وقت قصير بالنسبة ل هذا المجمع الذي فيه الكثير من الكيماويات التي يتم إعدادها والعمل عليها. بعض الصحف المحلية هنا الألمانية تقول أن الحادث وقع إثر انفجار بالقرب من يعني محطة حرق النفايات داخل المجمع، وبالتالي هناك حديث عن انفجار وليس مجرد حريق، ولكن كما ذكرنا الصحف الألمانية المحلية ترجح أن الانفجار وقع في منطقة قريبة من محطة حرق النفايات والتخلص من هذه النفايات الكيماوية، وأنه امتد بعد ذلك إلى كل المجمع الكيماوي. نعود إذن للحديث عن هذا الحريق الذي وقع في ليفركوزن الألمانية لمجمع للكيماويات. الأخبار بدأت تتوافد عن
وقوع هذا الحريق بعد طبعا ما لاحظ السكان هذه السحابة الكثيفة من الدخان الأسود. تحدث عن تقريبا منذ ساعة من الآن هناك محاولة للسيطرة على الحريق لم تنجح حتى الآن من قبل رجال الإطفاء وعربات المطافي. طبعا في تحذيرات للناس القريبة من المكان لأنه هذه الغازات قد تكون سامة المنبعثة من الحريق، بالتالي في محاولة لإبعاد أي مواطنين أو متواجدين في المكان عن مكان الحريق. لا يوجد أي تصريحات حول السبب الذي اندلعت بسبب هذه الحرائق رسميا، لكن الصحف المحلية أشارت إلى أن هناك انفجار وقع في قرب محطة حرق النفايات في مجمع الكيماويات. طيب الآن ينضم إلينا من ألمانيا الصحفي هاني دانيال. أهلا وسهلا بك هاني، هل هناك أي معلومات جديدة من الصحافة الألمانية أو المسؤولين حول سبب هذا الحريق وتداعياته؟ يعني حتى الآن مفيش معلومات رسمية، لأن هم حتى الشرطة أعلنت قالت إن الموضوع مربك شوية، فاحنا هم دورهم لغاية دلوقتي إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني هم أعلنوا إن في 2 جرحى وفي 5 مفقودين، دي طبعا أعداد أولية، الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة. بيحاولوا بس مجرد يوفروا ممرات طوارئ عشان تقدر عربيات الإسعاف توصل، عربيات المطافي توصل. فهم الموضوع بالنسبة لهم مربك إنهم يعلنوا تفاصيل أكتر، إنما هم بيحذروا المواطنين حوالين المدينة والمناطق المجاورة بسبب السحابة، لأن دي سحابة سامة، فبيطلبوا منهم يغلقوا النوافذ، محدش يتواجد في الشوارع. المشكلة إن يعني ليفركوزن تعتبر تبع ولاية شمال الراين وستفاليا اللي هي كانت متضررة من فترة بسبب الفيضانات، فيبدو أن المشكلة كبيرة خلال الفترة دي، وتحديدا لأرمن لاشيت رئيس الوزراء الولاية والمرشح المحتمل لمنصب لخلافة ميركل، فيبدو أن هو عليه مسؤولية كبيرة. فممكن خلال ساعات تقدر نعرف بالضبط الكشف بالأرقام، نعرف بالضبط سبب الانفجار إيه. لكن لغاية دلوقتي في اتصالات ما بين الحكومة الاتحادية في ميركل و ولاية شمال الراين عشان معرفة التفاصيل ومحاولة إمداد الولاية بأي إسعافات لو محتاجين يعني أدوات يقدروا يساعدوا بها الناس. يعني ذكرت أنه هذه المنطقة شمال الراين هي من المناطق التي كانت تضررت بالسيول والأمطار في الفترة الأخيرة، هل نحن نتحدث أيضا هنا عن منطقة صناعية تحديدا؟ هي معروفة شمال الراين، ولاية شمال الراين، إن هي من أغنى الولايات الألمانية وكمان الأكثرها في الصناعة. يعني مثلا ليفركوزن أو مدينة دوسلدورف من أكثر الأماكن اللي فيها شركات ومصانع، معظم التوكيلات موجودة في المناطق، فهو طبيعي إن يكون في مرافق يعني تتعرض للخلل أو أخطاء، ما حدش لسه يقدر يجرم بحاجة، لكن الانفجار كان شديد جدا وحتى كان مفاجئ للناس اللي موجودة. لكن هم اللي في ايديهم دلوقتي ان هم محاولة اسعاف يعني الجرحى، لان في عدد كبير من الجرحى بس هم مش قادرين يوصلوا ليهم. يعني دي الفكرة. نعم، لكن يعني لا يوجد اي مؤشر حتى الان حول انه يكون هذا الحادث نتيجة هجوم او خط او يعني فاعل بشري حتى الآن. يعني كل الأخبار التي تأتي تتحدث عن حريق وانفجار في مكب نفايات كيماوية على ما يبدو، هل هناك أي مؤشر لشيء غير هذا الحادث، يعني أنه حادث تقني هناك؟ حتى الآن لا يوجد، لأنه برضو الموضوع ده كان جديد عليهم، يعني فما حدش قادر يجزم هل هو نتيجة خطأ بشري ولا نتيجة خلل تقني في الأجهزة اللي موجودة. هو الانفجار حصل حوالي 10 صباحا بتوقيت برلين،
وابتدت الشرطة تعلن بيانات على الساعة 11 وربع تقريبا، يعني الشرطة برضو أعلنت متأخر جدا عن بعض التفاصيل. الأهالي حاولوا يروحوا للصحف المحلية عشان يعرفوا الموضوع، سواء في راينيش بوست أو كولن أو السايتنج اللي هي موجودة في الصحف اللي هناك، برضو ما كانوش قادرين يعرفوا إيه اللي حصل. يعني هم فجأة لقوا سحابة سوداء موجودة، والأخطر إن هي دي سحابة سامة. يعني هو دي تحذيرات لها إن اللي هيستنشق صحيح. الروائح دي وخاصة الأطفال هتبقى فيها خطورة عليه. فهي دلوقتي فيها مشكلتين: مشكلة إزاي إن أنت تحاصر السحابة دي، وإزاي إن الناس اللي موجودة في الشوارع أو موجودة في مناطق عملها ما تتضررش من ده. هو ده صحيح. التحدي اللي عندهم دلوقتي. أشكرك شكرا جزيلا صحفي هاني دانيال، كان معنا من ألمانيا وتحدثنا عن هذا الحريق الذي بدأ بانفجار في مجمع للكيماويات في ليفركوزن في شمال ألمانيا.